كدايرين صافا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال. كيف ما ديما غنقدم معكم واحد المايونيز اللي سهله بلا بيض، ليسونسييل انها بلا بيض سهله، دونك فريمون ما كتحتاجش بزاف ديال الحوايج. دونك ثلاثه ديال المقادير، انا درت الرابع من عندي اللي هو الفرماج. دونك عندنا نص كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، الخل ومليحه، شويه ديال الابزار. بغيتو تنسموها باي حاجه كتنسموها، سواء بودغ ديال الثومه ولا زعتر، كيبقى لكم ديك الساعه الاختيار. كاين اللي كيبغي يدير لامونطاط معاها، دونك على حساب. انا غنديرها عاديه حيت عندي بها الغرض، غندير بها واحد لاصالاد اللي غادي نشاركها معكم حتى هي. دونك بالنسبه للمقادير تقدروا تدوبلوهم، تقدروا ديروا زعما كون فو فولي، كيبقى لكم الاختيار. دونك هنا غادي نبدا، غادي تخلطوا كل شيء، ما غاديش نبقى نزيد شويه بشويه، ماشي بحال المايونيز اللي كنديروا بالبيض. المايونيز اللي كنديروا بالبيض كنبقاو نزيدوا الزيت شويه بشويه، مي هذه كتخلطي كل شيء ميم با 2 مينوت 3 مينوت كتكون وجدات. على حساب، انا غنديرها في هاد الروبو هذا كي غادي الميكسر. دونك على حساب شنو عندكم، فيت في فيت في كطلع ماشي شي حاجه. دونك هنا بوغ الخل غندير معلقه، ولا غندير معلقه كبيره، دوبلتو المقادير غديرو جوج معالق كبار وصافي. وغادي نخلطها، نخليها تميكسا واحد 2 مينوت، وديك الساعه يعني ميزاني هي راه غتبان لكم كيف ما كتشوفوا، راه غتبان لكم. انا بالنسبه لي انا راه غتبان لي واش كتقال ولا لا، وصافي. وغادي تكون وجدت معايا لا مايونيز اللي كتجي رائعه. مهم هاد المايونيز كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا، فريمون استوز زوينه، حتى شي نهار ما كانش عندنا غادي نستعملوها. كتبقى كما قلت كتبقى 3 جوغ عندكم في الثلاجه، ديروا بها اللي بغيتو. اي فوالا، لا مايونيز ديالي وجدات، هانتوما غتشوفوا كتجي ثقيله بنينه، سورتو فريمون ثقيله. هادي كتصدق 100%، هذيك ديال البيض شويه ما كتصدقليش صراحه بزاف، مي هذه ملي جربتها هي المعتمده عندي، كتجي زوينه وعارفه راسك راه صادقه عليك. ما غاديش تكوني متخوفه ولا شي حاجه، حيت كتجي زوينه بزاف. فوالا هي لا 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 تيكستور ديالها راه ثقيله. وغادي ندوزو للسلطات. لا سالاد اللي درت معكم اليوم ولا اللي غادي نحضر معكم ان بو سبيسيال، حيت فيها ايبلي وفيها حتى لي بات، هذوك المقارونيات صغيورين، حيت انا بنتي ما كتاكليش لي ايبلي، كنحاول نقلبها شويه، كاع لي مامون كيقلبوا كيحاولوا باش وليداتهم ياكلوا خضره. دونك غندير ايبلي وغندير لي بات. كيف ما كتشوفوا هذه المقارونيه راه مازال سخونه مع هذا البرد هذا، قلت سي با بلا ما نتسنى تتبرد غنخلط كلشي بدقه واحده، سورتو كاين الفرماج كيف ما كتشوفوا راه هو غادي 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 يجي معلك شي شويه فيها. دونك كما كتشوفوا بطاطا مسلوقه، ايبلي، فرماج، عندي هنا المايس، عندي خيزو محكوك صغير صراحه، محكوك في ديك الحكاكه الصغيره، الخيار قطعتو حتى هو شرائح رقاق، والسوريمي، انا عندي سوريمي. دونك تقدروا ديروا نتوما الطون ولا النوغات ولا الهبيره ديال البيبي هكا مسلوقه ومصوطيه، ولا غير مسلوقه هكاك. بروكولي حتى هو تقدروا تزيدوه، اي خضره عزيزه عليكم تقدروا تزيدوها، جلبانه، لاغيكو، اللي عندكم. المهم اللي غادي تعرفينها غادي تكال لكم. حتى البروكولي كيجي فيها رائع، كيجي زوين، ما كتحسوش بهذاك لاغيغو ديالو. دونك غادي نحط هادشي كامل، غادي نبدا نخلط حتى سلطه. صراحه هاد السلطه اللي ساهله بزاف وكتاكلها بنتي، وكاي كناكلوها كاملين. دونك حتى في الخدمه غادي تعاون، كتبقى في الثلاجه بالنسبه حنا اللي خدامين، تهزيها مع شي حاجه اكومباني وصافي، وكدوزي النهار فريمون مزيان، حيت فيها 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 لي ليغوم، فيها شوفي انت شنو غادي ديري فيها. المهم هادي فكره صغيره، قلت لكم ليكم الاختيار، سوريمي، طون، هكا دجاج، بابيره ديال لادان تسلقوها وتحطوها معاها. المهم اي حاجه تزيدوها معاها، ولا سينا بلاش الا ما كانتش، ليسونسييل نعزو بالخضره. وهنايا غادي نضيف زيت بلديه
فضلت انا انجليزي بلديه، نتوما لكم الاختيار ديك الساعه اللي موجود عندكم غادي ديروه. درت مع الكبار ديال ديك البلديه كيف ما كتشوفوا، درت شويه ديال الابزار مليحه و غندير شويه ديال الخل حتى هو. جوج معالق حتى هو، حتى عندي كونتيتي كبيره، ما عنديش غير ما عندي زعما غير شويه، دونك درت جوج معالق كبار ديال الخل. وهنايا زعتره، انا كيعجبني الزعتر نسم به، كتجي زوين فلكيجي زوين في السلطات في اي حاجه صراحه. وبيان سور اليوم الراعي الرسمي هي المايونيز اللي درت، كتجي فنه انتما كتشوفوا. دونك درت جوج معالق كبار، اكثر من جوج معالق صراحه، وغادي نخلطوا السلطه ديالنا اللي كتجي زوينه، وكنتمنى انكم تجربوها. وجدات ديجا كانت واجده، دونك ذوقتها بهذوك لي طوماط سوريز، وغندير شويه ديال المايونيز فوق منها. غير قبلوا عليا اليوم شويه عيانه داكشي علاش. المهم كنتمنى ان هاد لا سالاد وهاد لا مايونيز تكون نالت الاعجاب ديالكم، انكم جربوها وتردوا عليا، وما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. اللي عندكم شي كومونتير زوين ولا شي انتقاد مرحبا، دونك ما تبخلوش عليا بابوني وجيم لي فيديو. كنتمنى لا فيديو لا بروشين فيديو تلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. سلامة.